التفاصيل الكاملة لاتهامات تحرش عمرو وردة وثلاثة لاعبين من المنتخب بعارضة الأزياء ماري هان. تطورات متسارعة. اضطرت عمرو وردة لاعب المنتخب والمحترف في صفوف نادي أتروميتوس اليوناني إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وذلك بعد اتهامات وجهتها فتاة تعمل عارضة أزياء تسمى ماري هان، تعيش في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. قالت فيها إن هناك أربعة لاعبين من المنتخب تحرشوا بها بعد نشرها مجموعة من صورها على الإنستغرام. ماري هان وجهت اتهاماتها إلى اللاعبين عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حسن كوكا الذين يشاركون في تشكيلة منتخب مصر الحالية في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن اللاعبين الأربعة قاموا بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها. عارضة الأزياء التي تؤكد على صفحتها الشخصية أنها مصرية قالت إنها فوجئت من توالي رسائل الخاصة على حسابها الشخصي من اللاعبين السابق ذكرهم عبر حساباتهم الرسمية الموثقة، مضيفة أنها تأكدت من أن الأمر ليس صدفة وأن هناك ما يشبه الرهان على مواعدتها من اللاعبين الأربعة. ماري هان كشفت تفاصيل الواقعة قائلة أنها نشرت ستوري خاص بها على موقع إنستغرام، لكن فجأة ظهر عندها الرباعي عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، حيث أرسل لها وردة كاتبا على الخاص بوكسينج مع بعض الضحكات، فيما أرسل لها الونش علامة قلب، بينما قال لها أحد اللاعبين هعرف أجيب رقمك وانت ما تعرفيش أنا مين وأنا ما حدش يطنشني. لتؤكد ماري هان لاحقا أن اللاعب أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل على الخاص لكنه شاهد الستوري فقط. ماري هان وفي تدوينة لها حذرت من إبداء الإعجاب بصور لاعبي المنتخب، موضحة أن اللاعبين على ما يبدو تركوا البطولة وتفرغوا إلى موقع إنستغرام من أجل الحديث مع الفتيات ومتابعة صورهن. على وقع هذه التطورات والتفاصيل التي نشرتها ماري هان على صفحتها الشخصية، قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري فتح تحقيق سري في الواقعة التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شدد الجهاز الفني للمنتخب على أنه سيتم إجراء تحقيق سري بين اللاعبين في الفترة الحالية للاستفسار عن حقيقة الاتهامات التي وجهتها الفتاة لعمرو وردة وعدد آخر من اللاعبين. هذه الاتهامات التي طالت عمرو وردة مؤخرا ليست الأولى، بل سبق وأن تم استبعاد اللاعب من منتخب الشباب في تونس خلال عام 2013 بعد أن اقتحم إحدى غرف الفندق وتعدى على فتاة فرنسية استدعت له الأمن. وبالإضافة إلى هذه الواقعة، رحل وردة عن نادي باوك اليوناني بعدما اتهمه نادي فرنسي البرتغالي بالتحرش بزوجة لاعب الفريق خلال عام 2017.